السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة 30 للاتحاد الإفريقي التي تنطلق أعمالها يوم غد. لقاء حواري بين مدونين وقادة سياسيين معارضين في موريتانيا يسعى إلى بلورة موقف منسجم وموحد. مبادرة إيرا تعقد مؤتمرها العادي الثالث بنواكشوط، ورئيس المبادرة يؤكد أنها باتت تتعلم من أخطائها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز العاصمة أديس أبابا، حيث ينتظر أن يشارك في أعمال القمة الإفريقية التي تحتضنها إثيوبيا يومي الأحد والاثنين، ويرافق الرئيس وزير الشؤون الخارجية إضافة إلى بعض المديرين والمستشارين والمكلفين بمهام لدى رئاسة الجمهورية. في ذات السياق، تنطلق الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة 30 للاتحاد الإفريقي بمشاركة عشرات القادة الأفارقة لبحث ملفات تشمل قضايا مختلفة. وتأتي هذه القمة في ظل استمرار أزمات تشهدها عدد من دول القارة، وينتظر أن يتولى في ختام أعمالها الرئيس الرواندي رئاسة الاتحاد الإفريقي. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. الاتحاد الإفريقي وقمة جديدة يرتقب أن تنطلق أعمالها الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتنعقد القمة 30 للاتحاد في ظل استمرار أزمات تشهدها عدد من دول القارة الإفريقية. الأمن والسلام والأوضاع السياسية والتكامل الاقتصادي ملفات بين أخرى ستبحثها قمة القادة الأفارقة، إضافة إلى بحث ملفات تتعلق بالحكامة والتبادل التجاري البيني. كما ستبحث القمة قضايا تخص مؤسسة الاتحاد وآليات العمل داخلها. وتأتي القمة المرتقب أن تنتقل خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى نظيره الرواندي بول كاغامي في ظل أزمات تعرفها عدد من بلدان إفريقيا. فعلى مستوى جمهورية توغو، تتواصل الأزمة بين رئيس البلاد فورنيا سينغبي الذي يرأس دوريا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومعارضته التي تطالبه بمغادرة السلطة وفتح الباب أمام التناوب السلمي على السلطة. وفي جمهورية غينيا بيساو، تتواصل الأزمة بين الرئيس جوزي ماريو فاز وأغلبيته ومعارضته، وسط تهديد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بفرض عقوبات على الأطراف إذا لم تشرع في تطبيق اتفاق كوناكري الذي ينص على تعيين وزير أول متفق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبالكونغو الديمقراطية، لا تزال الاحتجاجات والمسيرات متواصلة لمطالبة جوزيف كابيلا بالتنحي عن السلطة بعد أن انتهت مأموريتاه الرئاسيتان، وسط مخاوف من أن يجري تعديلا دستوريا يسمح له بالترشح لمأمورية ثالثة. وفي كينيا، يواصل القيادي المعارض رايلا أودينغا عدم الاعتراف بفوز منافسه أوهورو كينياتا بمأمورية ثانية، ومن حين لآخر يخرج مؤيد رايلا للشوارع وتعترضهم قوات حفظ النظام، ما يتسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى. وعلى صعيد آخر، يتزامن انعقاد قمة أديس أبابا مع استعداد مجموعة دول الساحل لنشر قوة مشتركة على الحدود لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات، وهو ملف لا يستبعد أن يأخذ حيزا من نقاشات القمة. ركزت السياسة العامة للحكومة الموريتانية التي قدمها الوزير الأول يحيى الحدامين على إبراز أهم حصيلة الإنجازات خلال السنوات الأخيرة والمشاريع المرتقب تنفيذها خلال عام 2018 الجاري. وقد تطرقت السياسة العامة للحكومة الموريتانية لجوانب اجتماعية شملت قضايا الماء والغذاء والصحة والتعليم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين يقدم السياسة العامة للحكومة وآفاقها المستقبلية، سياسة يقول الحدامين إنها تركز على توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، إضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي يحقق نمو وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق وعد الوزير الأول بأن تكون سنة 2018 حافلة بالإنجازات في مجال المياه، حيث سيتم إنجاز أزيد من 80 شبكة تزويد بالماء الشرب. وستكون 2018 سنة حافلة إن شاء الله بالإنجازات في مجال المياه، حيث ستنطلق أشغال إنجاز 81 شبكة تزويد بماء الشرب كجزء من مشروع 5 ولايات الذي سيغطي احتياجات أكثر من 105,000 نسمة في ولايات غرغل، قيدماغة، الأعصاب والحضين. كما ستشهد إنجاز المكونين المتبقيين من مشروع ماء الشرب في مدينة نواكشوط. في مجال السكن الاجتماعي، قال الوزير الأول إن موريتانيا ستنفذ استراتيجية وطنية للسكن مدعومة بإطار تمويلي مناسب، كما وعد بمشاريع نموذجية لبناء 500 وحدة سكنية اقتصادية واجتماعية. وسيجري تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للسكن ستستخدم مواد البناء المحلية ومدعومة بإطار تمويلي مناسب، وتحقيقا لهذه الغاية ستبدأ مشاريع نموذجية لبناء 500 وحدة سكنية اقتصادية واجتماعية. وقد أكملت وكالة التضامن سنة 2017 برنامج بناء 760 مساكن لائقة لصالح الأحياء الفقيرة في ضواحي نواذبو. في مجال الأمن الغذائي، قال الحدامين إن السلطات الموريتانية وزعت خلال الأشهر العشرات الأولى من العام المنصرم أزيد من 6,000 طن من الأسماك على الفقراء، مؤكدا على الاستمرار في برنامج أمل والسعي إلى توسيع دائرته. خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 توزيع ما يربو على 6,000 طن من الأسماك لصالح المواطنين الفقراء، كما تم افتتاح 147 مركزا لبيع الأسماك بأسعار رمزية داخل البلاد، وسيتم تعميم هذه العملية بشقيها المجاني والرمزي على امتداد التراب الوطني. وفيما يشيد الحدامين بإنجازات الحكومة خلال الأعوام الماضية والمشاريع التي تسعى لتحقيقها في المستقبل، تصف المعارضة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا بالصعبة، تحذر من جفاف تقول إنه بات على الأبواب وقد ينذر بالخطر. نظم مدونون معارضون لقاء حواريا مع عدد من القادة المعارضين في البلاد، بينهم رؤساء أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحاتم وعادل، وتبادل المدونون والقادة السياسيون وجهات النظر بشأن عدد من المواقف والقضايا السياسية سعيا إلى بلورة موقف موحد. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. مدونون غير حزبيين يلتقون عددا من قادة الأحزاب السياسية في نواكشوط بهدف إعطاء الفعل السياسي المعارض الحزبي منه وغير الحزبي فاعلية، رأى مشاركون في اللقاء أنها مفقودة منذ 2008 حين توجت أنشطة المعارضة بالاتفاق السياسي الموقع في داكار، وحمل الشباب النظام الحاكم في البلاد المسؤولية عما أسماه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الدادة في كلمة الافتتاح بتقزيم المعارضة وإضعافها. قفل عنها جميع الوسائل اللي منها إذاعات والقنوات، يقير مد قفل عنها ما أمكن أبواب رزق قربات، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين.
وانتقد المدونون غياب قادة المعارضة ومنتخبيها عن عدد من الاحتجاجات النقابية والشبابية المنظمة خلال الفترة الماضية، كما انتقد متدخلون غياب المعارضة عن الميادين للتضامن مع المواطن في ظل موجات الغلاء واعتزال قادتها للخيارات المتاحة في وسائط التواصل الاجتماعي لمخاطبة النخبة الشابة عبر الصوت والصورة. ظرف لهين الجابر معارضة أحزاب المعارضة والناس في مجال المعارضة، لأنهم تعود عندهم خلفيات أخرى إحنا ما يفيدنا يوضحوها لنا، وإحنا ملي أيضا لا نحاول نطرح نحن آراءنا وأفكارنا كيف نشطوا الفعل المعارض من جديد، طبعا بالتعاون الجميع، لأن شخصيا الفكرة اللي طرحتها وطبعا رأيت لها تبارك الله الجماعة كامل الموجودة هون كانت متحمسة لها، المعارضة ما يخدمها تشردمها. واتهم مدونون البعض بعدم الوضوح فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وعدم الواقعية في خيار مقاطعة الانتخابات، وفيما أثار البعض هذه الإشكاليات وأخرى من أبرزها استعصاء اتفاق المعارضة على مرشح رئاسي موحد، أكدت المعارضة أن تركيزها الآن على شفافية الانتخابات. لا شك أن الاستحقاقات القادمة لا بد أن تكون حاضرة في هذا النقاش، والمطلوب والملاحظة الواردة هو تنسيق الجهود في حالة تم اتخاذ قرار المشاركة، وهو طبعا لم يتخذ حتى الآن، لأنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار دون أن تتوفر الشروط الموضوعية لانتخابات نزيهة وشفافة. ويقول منظم اللقاء إنه يهدف إلى الخروج بلجنة للتنسيق تعنى بالتقريب بين وجهات نظر المدونين من جهة وأحزاب المنتدى والتكتل من جهة أخرى، تأسيسا لائتلاف مستقبلي محتمل قد يجمع أشتات الحزبي وغير الحزبي من الفعل المعارض في موريتانيا. أطلقت مبادرة بعاذ الحركة لانعتاقية إيرا مؤتمرها العادي الثالث في نواكشوط وسط مشاركة عدد من الساسة والمناضلين الحقوقيين. وقال رئيس المبادرة بيرام والعبيد إن إيرا اليوم باتت تتعلم من أخطائها وتبرز القدرة على الإصلاح والتركيز على الأهداف الأساسية. في عديد المرات تقوم المصالح الأمنية برسم التي خلافاتنا وانتهاز فرصة انخفاض مستوى حيطتنا لتتسلل داخليا وتتلاعب بنا أو تحرض علينا العديد من حلفائنا الحقيقيين، مما أفقدنا ظرفيا بعض المصداقية القابلة للتقويم لدى القاعدة وجزء من شركائنا. أما اليوم فإننا نتعلم من أخطائنا ونستمد من هذا الاعتراف النقدي الذاتي قدرتنا على الإصلاح، إصلاح شأننا، قدرتنا على الإصلاح، إصلاح شأننا وتركيزنا على الأهداف الأساسية للكفاح بعيدا عن الأمور الثانوية والاعتراض الشخصي والارتجالية. إن الرفاق الذين غادروا والذين انقطع معهم الارتباط العضوي بسبب عدم تفاهم أو بسبب وقيعة قام بها النظام يظلون جزءا لا يتجزأ منا إذا ظلوا مخلصين. وأضاف والعبيد أن مناضلي مبادرة إيرا استطاعوا ترسيخ صورة حركة مدنية ذات خلفية نخبوية، مشيرا إلى أنها ظلت تنحو منحى دينامية شاملة باتجاه المواطنة. وبفضل الجراءة التي تتحلى بها كل قضية عادلة استطعنا معا أن نرسخ في الحياة اليومية لمواطنينا صورة حركة حقوقية مدنية ذات خلفية نخبوية متمردة. إن وضوح ومتانة علمها عملها تنحو لصالح دينامية شاملة نحو المواطنة دون أن يخلو ذلك لا شك من مطبات وتضحيات. المنحة الثالث وليس بأقلهم شأنا تضمن عملا صبرا على تعميم النشاط على المستوى الدولي وبالطرق الدبلوماسية والتواصل الجماهيري وبالحضور في المنتديات الدولية في خارج البلاد ننشر بنجاح اعتراضنا وضحضنا لحجج الدولة الموريتانية.
ناقشت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة خلال لقاء ضمن منبرها الأسبوعي موضوع القاعدة الجديدة للعملة الوطنية الموريتانية. شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك. كما بحثت الجمعية موضوع الأسعار التي تقول إنها شهدت ارتفاعا بالتزامن مع البدء في العملة في العمل بقاعدة العملة الجديدة. الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة تعودنا على إطلاق مثل هذه الأنشطة التحسيسية التوعوية. هذا هو دورنا في توعية الرأي العام الوطني حول أهم القضايا. واليوم كان منبر المستهلك الموريتاني حول موضوع الأوقية الإصدار الجديد للعملة الوطنية الأوقية، وكان أيضا على موضوع الأسعار وخطورة الارتفاعات المتكررة اللي سببها أحيانا قد يكون مضاربات، ما أيضا للأسف كثرة الضرائب التي أثبتتها السلطات في ميزانية 2018 والتي نعتقد أنها هي المسؤولة المباشرة عن الارتفاع الجنوني للأسعار الذي حدث مؤخرا، إضافة إلى المضاربات التي وقعت في المواد الاستهلاكية الضرورية الأولية، كما كانت تصفية سوني ماكس هي المسؤولة هي أيضا كذلك عن هذه الارتفاعات بسبب أنها هي مسؤولة عن فرض التوازن، والآن أصبح العرض والطلب هو المسيطر في السوق وأصبح التجار يبيعون على كيفهم. أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مباحثات بأديس أبابا على هامش القمة المرتقبة للاتحاد الإفريقي مع عدد من القادة الأفارقة. وقد ركزت مباحثات الأطراف على الوضعية السياسية والأمنية في ليبيا وعلى ملف الهجرة غير النظامية في البلاد. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة السبت رئيس تنزانيا السابق والممثل رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي في ليبيا على هامش فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وقالت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن سلامة أطلع المسؤول الإفريقي على آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا والخطوات المستقبلية. كما التقى غسان سلامة برفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لبحث إيجاد حل للأزمة الليبية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة سيرافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية 30 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي التي تنطلق الأحد. وأوضحت البعثة في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن سلامة سيلتقي القادة الإقليميين لبحث نهج مشترك لمعالجة الأزمة الليبية بهدف تحفيز الدعم الإقليمي لمساعي الأمم المتحدة وتصوراتها لحل الأزمة. إلى ذلك أثارت مجزرة جديدة قام بها محمود الورفلي الملقب برجل حفتر ضد عدد من السجناء موجة استنكار في ليبيا، حيث طالب بعضهم بمحاكمة الجنرال حفتر لتستره على جرائم الورفلي وعدم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية التي تطالب به منذ عدة أشهر. وتناقل نشطاء شريط فيديو يظهر الرائد الورفلي آمر المحاور بقوات الصاعقة التابعة لحفتر وهو يقوم بإطلاق الرصاص من بندقية على رؤوس 10 أشخاص معصوبي الأعين أمام مسجد الرضوان في منطقة السلماني في بنغازي، والذي تعرض الثلاثاء لهجومين بسيارتين مفخختين أسفر عن مقتل وجرح نحو 100 شخص، حيث يشير الشريط إلى أن العملية تأتي كرد فعل على الهجوم الإرهابي على المسجد برغم أن الضحايا هم في الأصل سجناء ولا علاقة لهم بالهجوم. أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أن لدى الجزائر رؤيتها الخاصة في مجال السلم والأمن، مضيفا أنها تفضل الجهد الوطني لمواجهة التحديات الأمنية. جاءت تصريحات مساهل خلال مقابلة أجراها مع إذاعة فرنسا الدولية تطرقت لغياب الجزائر عن مجموعة دول ساحل الناشطة في مجال محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. قال وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل إن الجزائر لها عقيدتها الخاصة في مجال السلم والأمن، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنطقتنا، مشيرا إلى أن الجزائر تفضل الجهد الوطني لمواجهة الظاهرة لكونها شأنا وطنيا لكل بلد. ورد مساهل في رده على سؤال حول غياب الجزائر من مجموعة بلدان الساحل الخمس في حوار خاص به إذاعة فرنسا الدولية أن الجزائر لها عقيدتها الخاصة في مجال السلم والأمن، سيما وأن الأمر يتعلق بمنطقتنا، إذ نعمل دوما على تفضيل الجهد الوطني لمواجهة ما يحدث، وهذا من منطلق الخبرة والتجربة التي عشناها، يقول مساهل.
مذكرا بأن الجيش الجزائري مهمته الدفاع عن الوطن، مضيفا أن أبناء الجزائر يدافعون عن بلدهم ولا يتدخلون في البلدان الأخرى وشؤونها الداخلية. وأضاف: لم نتعمد على أي كان للنهوض بعد عشرية سوداء راح ضحيتها 200,000 شخص. وبالنسبة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، فالاعتماد على نفسه يعد بمثابة عامل هام للغاية، إذ لا يمكننا من خلال تجربتنا محاربة الإرهاب في غياب تعبئة حقيقية بالداخل، مشيرا إلى أن ما تحتاجه مالي وما نقوم به من أجل مالي نقوم به أيضا من أجل النيجر. يذكر أن مجموعة بلدان الساحل الخمس تعد بمثابة إطار تعاوني إقليمي في إطار محاربة الإرهاب وظاهرة الهجرة، تدعمها فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، وتجمع 5 دول وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد. أقر مؤتمر نظم في لندن حول القدس عريضة وقعها آلاف العلماء والناشطين الحقوقيين ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل والتعبير عن السعي إلى نقل السفارة الأمريكية إليها. وأكدت العريضة على أنه ليس من حق أحد أن يتنازل عن القدس، وأن تهديد واشنطن بوقف دعم الفلسطينيين لن يؤثر عليهم. تفاصيل وأوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. برعاية جمعية أصدقاء الأقصى ومشاركة علماء دين ومناضلي حقوق ونشطاء سلام دوليين، استضافت العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا حول القدس، جعل مناظموه بساط إطلاقه الأحمر حملة تحسيس جمعت توقع أكثر من 3,000 عالم وناشط على عريضة تندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال، وتفشي أهمية الأقصى ومركزية القدس وعدالة القضية الفلسطينية وتجلي حضورها في ذاكرة المسلمين الجمعية. إقرار المؤتمرين مخرج العريضة ومطالبتهم رؤوس الرسمية الفلسطينية والعربية بإدراك أهمية القدس بالنسبة للمسلمين على امتداد وجه البسيطة، والعض بنواجذ التمسك على مبدأ أن لا حق لأحد في التنازل عن المدينة المقدسة، ودعوة السلطة إلى أن لا تأخذها لومة وقف الدعم الأمريكي بإثم بيع القضية، بنود إجماعية عريضة وخطوط مشخصة رئيسة خرج بها اجتماع المؤتمر في صفحة متنه. على حين استحضر بيانه على هامش استطراده استمراء إدارة ترامب سياسة الضغط على الفلسطينيين بسلاحي الترغيب المالي والترهيب السياسي تحت طائلة زعم أن وضع القدس بات خارج طاولة التفاوض بعد اعتبارها عاصمة لإسرائيل. القراءة الجيوسياسية للمؤتمر وردت على لسان ناشطة السلام سلمى يعقوب، التي قالت إن أهمية المؤتمر تكمن في عقده بلندن نظرا إلى ما سمته النفوذ البريطانية والدور الذي يمكن أن تقوم به بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة أن المؤتمر نقل رسالة إلى الدول الغربية ملخصها أن المسلمين لن يبقوا صامتين أمام ما يحق بمدينة القدس. أما رئيس جمعية أصدقاء الأقصى البريطانية إسماعيل باتيل فقد ذهب إلى أن الغضب من قرار ترامب لم يقتصر على المسلمين بل شمل أغلب دول العالم التي صوتت ضد موقف الإدارة الأمريكية عبر منصة الأمم المتحدة، نافثا في روع الحضور أن قرار حظر التفاوض بشأن القدس دون موافقة غالبية النواب الذي اعتمده الكنيست يشير إلى أن إسرائيل غير مهتمة بتحقيق السلام مع الفلسطينيين. نظم نادي تينيغي للثقافة والتنمية ندوة في نواكشوط حول إحياء المدن الأثرية ودوره في تعزيز الروابط الوطنية، شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين بالثقافة والتراث. وقال القائمون على النادي الثقافي إنه يسعى لإحياء البعد الثقافي والعلمي بمنطقة تينيغي ويهتم بالمواقع الأثرية التي انتثرت بشكل كامل أو جزئي. قررنا إنشاء إطار قانوني يعمل على استنطاق رسومها الدوارس وترميم ما تبقى من آثارها والعمل على إدراج المدينة ضمن التراث العالمي حسب تصنيف اليونسكو. ومن هنا كانت فكرة إنشاء نادي تينيغي للثقافة والتنمية، ومن أهم أهدافها النادي إحياء البعد الثقافي والعلمي والتراثي لمدينة تينيغي وإحياء التراث والمساهمة في تحريك الساحة الثقافية وجعلها تهتم بالتراث لما له من ارتباط بالماضي وما لذلك من تأثير على الحاضر والمستقبل.
كذلك العناية بالمواقع الأثرية المندثرة جزئيا أو كليا، المدن الأثرية التي المندثرة جزئيا أو كليا. أخوتي الأعزاء، تقع مدينة تينيقي بين مدينتي شنقيطي ووادان على بعد 42 من وسط كلتا المدينتين، وتقع من الجنوب الشرقي على نهاية الهضبة الفاصلة بين واديين تمادي في الشمال وأملك في الجنوب، وهي بموقعها تستفيد من الوادين، خصوصا إذا علمنا أن طول الوادين يزيد على 25 كيلومتر. وقدم المشاركون في الندوة معلومات ومعطيات حول ما تبقى من الآثار الموجودة اليوم من مدينة تينيقي. وتنقسم هذه الآثار التي ما زالت موجودة من تينيقي حاليا إلى ثلاث أجزاء، وهو الجزء الجنوبي، أولا الجزء الجنوبي وهو وفيه المسجد والمحضرة بمحاذاة الوادي والمسجد بحجم الجوامع الحالية، حيث أن طوله 25 متر وعرضه 20 متر، مما يعني أن كانت هنالك كثافة سكانية معتبرة. المسجد حاليا آثار هذا المسجد ما زالت متوقية حاليا تدل على أنه كان بحجم جامع كبير في يومنا هذا، حيث أن طوله 25 متر وعرضه 20 متر، مما يدل على أن كانت هنالك في ذلك اليوم كثافة سكانية معتبرة. الجزء الثاني من الآثار هو الجزء الشمالي، وتوجد المنازل السكنية الموالية منها للمسجد على شكل طوابق، مما يدل على مركز المدينة وأنها مرت بفترة نمو طويلة. أما المنازل الأرضية فهي تحيط من الجهات الشمالية والغربية، وتحتوي على بعض الآثار من صخور مستعملة في الأواني المنزلية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة 30 للاتحاد الإفريقي التي تنطلق أعمالها يوم غد. لقاء حواري بين مدونين وقادة سياسيين معارضين في موريتانيا يسعى إلى بلورة موقف منسجم وموحد. مبادرة إيراء تعقد مؤتمرها العادي الثالث بنواكشوط، ورئيس المبادرة يؤكد أنها باتت تتعلم من أخطائها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.